في آخرين، وإن شاء الله بتثمر هذه الفرصة. يصبح معنا لكن المعنى في وقت الشعب خلينا سابقين للمخترعين والمبدعين يعني من كل دورة على لنفسك خطوة تلاحظ كثير من المشاكل المزرعية. دائما ما نلاحظ أنه كثير من المشاكل، ولكن أن نظل متفرقين هو هذا الخطأ. إمكانية فهذا هو المتاح لدينا. عاملين في المعهد التقني الصناعي، الأستاذ عبد الله مراد هذا نائب منسق البرنامج على هذا البرنامج، ولا القيادية لإنجاح هذا البرنامج. فأتمنى عليكم أنه وعاد يمكن إلى 850. هذا اللي يفعل يعيد لها بدلاً أو تقريباً 12 سنة على الجمعية هذه، تحضر تدرب لهم برضو من عمل وتشوفوا كل يوم الظروف والمخيلات. وحال شوية عليكم نبيل جوهر وزير المال وصندوق تنمية الإمارات، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، والأستاذ هو أول برنامج تدريبي لقيمة الشراكة مع السوق المحلي. أول يوم اللي كانوا مقيدين معنا لا إذا شفتوا إنها الواقع هذا يتغير، أنتوا اللي من خلالها تستطيعوا رسم. نحن اليوم في المعهد التقني الصناعي في المعلق ندشن البرنامج التدريبي لمسار منحة محافظ محافظة عدن وزير الدولة الأستاذ أحمد حامد لملس لتدريب 1000 شاب وشابة. طبعا هذا البرنامج يعتبر هو الأول من نوعه في العلاقة بين صندوق تنمية المهارات والسلطة المحلية في المحافظة. فطبعا نأمل أن نصل بهذا البرنامج إلى مراحل من النجاح والتقدم. السلطة المحلية تولي اهتمام كبير لأبنائنا الشباب، وأخص بالذكر الأخ محافظ المحافظة الذي دائما ما يحاول أن يصنع شيء للمحافظة من خلال هذه الشريحة المجتمعية. اليوم نحن في المعهد التقني الصناعي تقريبا 3 برامج تدريبية من خلالها نبدأ بقية المراحل الأخرى في المراكز التدريبية، سواء كان على المستوى المراكز الحكومية أو المراكز الخاصة. لا يسعني إلا أن أشكر وأوجه شكري وتقديري للأخ وزير الدولة محافظ المحافظة الأستاذ أحمد حامد لملس على اهتمامه ورعايته للشباب. اليوم نحن بصدد تنفيذ منحة المحافظ والمتمثلة في برنامج تدريب البرنامج الوطني لتدريب 1000 شاب وشابة في مدينة عدن. طبعا البرنامج يعد من البرامج النوعية التي نأمل أن تلبي احتياجات الشباب وتلبي احتياجات سوق العمل. من خلال هذا البرنامج نؤكد على حرص معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن على الاهتمام بشريحة الشباب من أجل حمايتهم من الانزلاق في هاوية كثير من المخاطر
المتمثلة في التطرف بكل أشكاله والإرهاب وأيضا حمايتهم من أشياء كثيرة. طبعا الشباب أبناءنا الشباب لابد أن يستفيدوا من هذه الفرصة على اعتبار أنها فرصة من الفرص المتاحة التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، وأن يكونوا قدوة لزملائهم حتى أنهم هم سوف يحكمون على استمرارية هذا البرنامج لاحقا من خلال نجاحاتهم وإبداعاتهم. نشكر الإخوة في صندوق تنمية المهارات على دعمهم للبرنامج، ونشكر الإخوة في المعاهد والمؤسسات الوطنية وأيضا المعاهد الخاصة التي ساعدت وتبنت مثل هذه البرامج. أيضا نشكر إدارة المعهد التقني الصناعي على استضافتها، ونشكر الاهتمام الإعلامي، نشكر كل القائمين على هذا البرنامج، نشكر كل فرد ساهم من قريب أو من بعيد من أجل نجاح هذا البرنامج. فئة الشباب هي أكثر فئة بحاجة إلى الاهتمام، بحاجة إلى الرعاية، لأنهم من سيصنعون بإذن الله الغد الأفضل لمدينة عدن. نحن مجموعة شباب من محافظة شبوة، إنشأنا أول شبكة إلكترونية في المحافظة تهتم بخدمات التوصيل داخل المحافظة وقسم التسوق الإلكتروني من المتاجر من بقوع من المحافظة أو من المواقع العالمية، إيصالها للزبون إلى باب بيته أو إلى الموقع اللي متواجد فيه. حظيت فكرتنا بترحيب ونجاح من المواطن الشبواني، وفي ثقة صارت بيننا وبين المواطن من خلال تعاملي معهم خلال الفترة الماضية. هذه أثبتوا جدارتهم، يعني دقة في المواعيد، تعامل راقي جدا جدا تعاملهم. أتمنى أنهم يستمروا، أتمنى أكثر شيء أتمناه أنهم يستمروا، لأن هذه تقريبا الشركة الوحيدة حاليا في محافظة شبوة، وأنصح أغلب أبناء المنطقة لازم يدعموا هذه الشركة، لازم يتعاملوا معها، يجربوا التعامل معها فقط وبيشوفوا كيف النتيجة. شركة إبهام هي شركة جديدة وشركة توصيل طيبة، قربتنا من الزبون أكثر، خدمة توصيل سريعة، توصل خارج المدن مثلا مناطق عتق، مثلا في أحياء عتق، شركة طيبة وتقوم بالتوصيل في أسرع وقت، بدل ما الزبون يتعذب ويوصل للمطعم للطلب، نحن نتواصل بالشركة ونوصل له الطلب إلى داخل منزله. نحن
نحن سعداء بإقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية التي لها أثر في واقع المجتمع بشكل عام وواقع الفرد بشكل خاص، ومكافحة مثل هذه الآفة والدخيلة على محافظتنا محافظة المهرة. حقيقة المفروض أن الكل يسعى ويساهم ويشارك في هذه الفعالية. الآفة الدخيلة على مجتمعنا آفة المخدرات، والتي الصراحة اجتاحت أكثر من محافظة، ما ليست محافظتنا فقط، ولكن نتمنى أن تكون هذه الفعاليات يكون لها أثر في المجتمع ويكون توصل رسالة لكل الأسر. ونحن كشباب المسرحية قدمنا يعني لا ترمي بابنك في الشارع فيأكلوه أصحاب المخدرات، يعني حاول أنت تخليه في نادي في مدرسة تسجله في شيء، لا تهمل ابنك، خليه يعني يكون ملزوم بأشياء يعملها، فإذا كان متشرد سيدخل بهذه الأشياء مثل الحبوب والحشيش والهروين والمخدرات بشكل عام. مسرحيتنا كانت هادفة يعني شباب رياضة، لأن هذا يقيم بسبب النادي شباب رياضة، وصار بينهم واحد صايع من ضمنهم ويدخل بهذه الشلة اللي هي على المخدرات. بمشاركة لعبة تيكواندو للدفاع عن النفس، والتيكواندو تتقسم إلى أقسام، تدعو إلى بعض الأطفال إلى الأطفال بالمشاركة هذه اللعبة الجميلة لعبة التيكواندو. في المهرجان هذا مهرجان يعني ما شاء الله مهرجان يعني فعلا دولي بالترتيبات بالتنظيمات بشيء يعني ما شاء الله. طبعا احنا جينا من الامارات ولله الحمد، عندنا ايضا منتجات عسل السمر، عسل السدر، عسل الصمغ العربي، ولله الحمد انا ايضا في دوله الامارات فائز بافضل منتج عسل ومربي نحل بجائزه سيدي نائب رئيس الدوله. شاركنا من عمان بعده عسال، شاركنا بعسل السمره، هذا عسل السمره وعسل السدره، وعندنا عسل اللبان، وهذه من العسال النادره عسل اللبان وعسل الصمغ العربي وعسل زهره الربع الخالي. Thank you.